أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله يسألونك عن الأنفال قل فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. كانت هذه الأسعة جميلة. الشيخ عبد الناصر البدوي القارئ والمقيم من مركز مدينة أبو الإنجاب، وشكر الله صاحب الجزاء.